خذها خذها نصيحة مني، افعل الخير افعل الخير افعل الخير، خذ ذكرك طيب، ولا تفعل رياء ولا نفاق لأجل يذكر اسمك، ولا افعل لله والله يبارك لك بحياتك ودنياك. وصف نيتك ودام نيتك صافية الواحد ربي راح يفرج لك ويسن عمورك. معروف يعني ما يخفى البعض النية مطية، ولكن افزع افزع وسلم وابتسم وفل الحجاج وفل حجاجك وطيب راسك وفل راسك، تبي تطلع اطلع، تبي تسافر سافر، بس بخطوط حمر يعني لا تعداها، الدين وشرع الله ووالديك. اما عليك بعد بر الوالدين تخلص اموره بعدين اطنخ وسوي اللي تبي، اطنخ على واقدح على شين يسوى.